وزارة الإعمار أخذت ميزانية الدولة كلها على يعني ما تركت الوزارة. نهبناها نهب. لا مو نهب. المصروف خلال سنتين 23 و24 700 مليار فقط. يعني لو كان وزير آخر غيرك على وزارة الإعمار تستند لهاي المهمة؟ لا. النظام السابق على مدى 35 سنة بنى 7 جسور أو 8 فقط. أنت اللي تتحدث عن 5 الآن. نحن نتحدث حاليا عن 5 وخطتنا 7. من اللجنة اللي تفحص بعد العمل بعد الشركات؟ حجم النقص مهول في كل شيء. أكو معالم في بغداد راح تطمر بسبب هاي المجسرات؟ تمثال أو هذا مع النسور موقع راح يتبدل إلى موقع آخر. هسه الآثاريين راح يقلبون الدنيا عليك وانت وزير كردي. تطمر مؤامرة على الأمة العربية. حتى القيادة الكردستانية قالت لتش دعوة هيش متحمس. إذا السيارات تزيد وانت تبني مجسرات ما كفاية. منع استيراد السيارات مكلف انتخابياً.